في مشهد قاله عادل امام في مسرحيه بيقول لك ايه، ولكنه كان ماكرا فاتخذ طريق صلاح سالم. عمرو بن العاص عمل كده فعلا في ايه، فاحنا هنتخيل مع بعض ادي الحصن اهو اللي هو هنا ماشي، وده ده الباب اللي دخلوا منه المسلمين اللي هو الاتجاه ايه اللي جاي من الجنوب اللي هو الباب ده، يعني الحصن اهو المنطقه دي الباب اهو. اللي حصل يا سيدي، عمرو بن العاص رضي الله عنه لما جه دخل، دخل من الطريق الطبيعي بتاع القطائع ونزل مع الطريق بتاع ضرب الصفا وبقى محاصر الحصن من ناحيتين، فخلى جماعه ترتكز هنا وجماعه ترتكز هنا. عمير بن العوام لما رضي جه الله عنه وقال انا يعني هعمل عمل فدائي، وخد معاه السلم، حتى ان العرب ساعتها معاه بداوا يتزاحموا على ان مين اللي يخش الاول، فسيدنا عمرو بن العاص حشهم وقال لهم لا احنا ايه بالهداوه كده واحد واحد علشان السلم ما يتكسرش. طلعوا من من الجانب اللي هو بيوصفه ابن عبد الحكم اللي هو من ناحيه الحمام اللي هي تعتبر من ناحيه جامع عمرو حاليا، وماشي لحد ما نزل عند الباب وفتحوا الباب، وتفاجئ اهل الحصن ان عمرو بن العاص برجالته جوه الحصن.